جود مورنينج دكتور سكس، ازيكم عاملين ايه؟ انا مش فاطمه، والنهارده ان شاء الله هناخد معاكم اخبارات من الكونسيبت بتاعي. احنا اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الاورجانز او البارز اللي بتعمل اكريشن، زي مثلا السكن. السكن ده كان بيعمل اكريشن عن طريق الفورز الموجوده في السكن. كمان السيراتوري سيستم بيعمل اكريشن للكربون اكسيد جاز عن طريق اللانكس. كمان اليوريناري سيستم بيعمل اكسكريشن ريموفز ويست برودكتس فور يور بلاد، بيخلص الجسم بتاعي او الطلب بتاعي من ويست برودكتس، وراح هتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. ايه هو اليوريناري سيستم ده؟ بيقول لي اتس سيستم ذات ريموفز هارمفول ويست فور يور بادي ان فورم اوف يورين. يعني ده سيستم بيخلص الجسم بتاعي من هارمفول ويست ده على شكل حاجه اسمها يورين. طيب السيستم ده بيتكون من ايه؟ It consists of two kidneys. انواع في الصورة دي دول two kidneys ureters، وفي بعض الكتب بيسموها سندر شوز. يبقى عندي two ureters او two سندر شوز. بعد كده في bladder، دي اسمها bladder. بعد كده اخر حاجة خالص عندي حاجة اسمها urethra. اوكي، ده اسم urinary system. طيب How the urinary system work؟ بيعمل ايه بقى ال urinary system ده؟ بيشتغل ازاي؟ اول حاجة the large artery bring blood into its kidney. الارض دي بتدخل ال blood، بيدخله لحد ال kidney. بعدين tiny blood vessels branch off and pass through a part of nephron of its nephron. يعني جوه ال kidney دي في blood vessels، blood vessels دي بتروح لل nephron. اوكي، طب ايه هو ال nephron ده؟ They are microscopic filters that remove harmful substances from the body. فلتر كده صغير جدا، الميكروسكوب فلتر بيشيل harmful substances من البطيء بتاعي. بس بعدين ايه اللي بيحصل؟ One of the most important wastes removed by the kidneys is urea. يعني الكدني بيطلع حاجة اسمها يوريا، وبيخلص الجسم من حاجة اسمها يوريا، which is formed due to the breakdown of proteins inside cells. ده هيجيب سؤال اصلا what happened. What happened is the proteins break down it form urea. في هنا سؤال give reason برضه، بيقول لي blood cells and proteins stay in the blood in the body. يعني blood cells دي موجودة في البلد في البادي بتاعي. طب why or give reason؟ Because blood cells and proteins are too large to pass through them. عشان blood cells والproteins بيكون كبيرة جدا too large، بدل الحضارة يعدوا من النفرون. طب بعدين ايه اللي بيحصل بقى؟ يوريا other waste products and water become urine. اليورا دي بقت حولت بقت يورين. يورين leaves its kidney through ureters and collects in bladder. اليورين دي بتسيب الكدني وبتروح في ureters، بعد كده تتجمع وتحترق collects في البلادر. بعد كده the bladder empties through another tube called urethra. البلادر بعديها بيجي فيه تيوب ثانية اسمها urethra، دي بتطلع لي اليورين. والعملية اللي بيطلع منها اليورين دي اسمها urination process. دي عملية بتحصل في اليوريني بلادر او urethra. طب ايه هي urination دي؟ It's a process of expelling urine from the body. دي عملية بتخلص الجسم من اليورين، دي اسمها يورينيشن. يبقى عملية بتعمل يورينري سيستم اسمها يورينيشن. اوكي، طب عايز اديك فيديو صغير كده. بيقول لي اه كلمة play a very important role is the urinary system. يعني الكلمة دي ليها دور مهم جدا في السيستم، في اليورينري سيستم بتاعي. كمان كلمة create a filter في your body up to 300 times a day. يعني الكلمة دي بتخلص الجسم بتنظفها حوالي 300 مرة كل يوم، 300 times. خلاص، عايزة بقى activity بسيط كده to develop a model of kidney that acts as filtration system. يبقى الكدني دي عبارة عن filtration system for the blood. طب ايه هو الموديل ده؟ احنا قلنا هنعمل موديل للكدني. طب يعني ايه موديل؟ There are many details that replicate the real thing and who is function. يعني بيعمل في details كتير، نفس details الموجودة في الليل سينج، بيعمل نفس الوظيفة. طب فيها سؤال كبيرزم، تستطيع أكيدني as a model to simulate the real one
why or give reasons to save time, money and save life، عشان يقدر يحافظ على الفلوس بتاعتي ويحافظ على حياة الناس ويقدر يوفر الوقت. راح اجيب ايه او التولز بتاعتي ايه؟ اول حاجة فلتر بيبر ريفينت ذا نفر، دي زي النفر اللي موجود في البادي بتاعي، موجود في الكيدني بتاعتي. وكمان كان في رايس ده ريبريزنت بروشنز، ده عبارة عن بيمثل البروشنز اللي في البلاد بتاعي. بعدين امتي بيكر، هجيب كمان امتي بيكر. كمان ريد بينز ريبريزنت بلاد سيلز، ووتر ريبريزنت بلاد. بعدين هجيب صوت ريبريزنس يوريا، عبارة بيمثل اليوريا، شبه اليوريا بتاعتي. بعدين هجيب فانل، طب هعمل ايه بقى؟ نمبر وان ايد رايس صوت اند ريبينز ذا كاب اوف ووتر اند تير، يعني هقلبهم من بعض رايس صوت وريبينز. نمبر تو وذ ذا فلتر ان ذا فانل اند فيل ذا فانل اون ذا امتي بيكر، هحط فلتر على الفانل، بعد كده هحط الفانل ده هرفعه فوق الامتي بيكر فور ذا ميكسر اوف فلتر. بعد كده هبدأ اصب الفلتر الميكسر بتاعي اللي هو كان عبارة عن صلص ورايس وريد بينز وبزرف وش ماتيريال كان باس ثرو ذا فلتر اند وش ماتيريال كان باس ويف، هبتدي الاحظ بقى انه ماتيريال قعدت. وذا فيشن بتاعتي ذا سمول مولكيولز such as salt versus the filter. What the large molecules such as red beans and rice can pass through the filter. يبقى الجزيئات الكبيرة زي الصوت عدت من الفلتر، الجزيئات الصغيرة شوية زي الصوت عدت من الفلتر، لكن الملكيولز الكبيرة زي الريد بينز والرايس ما عدتش من الفلتر. طب يكون كل بتاعي ذا كني ورك از فلتريشن سيستم، ده هيجي سؤال مثلا ممكن يجي كومبليت اور ساينتفك تيست، ايه هي الفلتريشن سيستم دي اللي هي الكيدني؟ الفلتريشن سيستم احنا بيها نفرون يا فورس بروزابل هاز ريموفد ويست برودكتس such as salt with a cell created as urine or represent as urine. Red blood cells and versions don't pass through the membrane inside kidney nephrons. خلاص؟ طب في هنا اكسرسايز عايز تعملوها، اجيب لكم الاورجن زي كده وتقولي الفانكشن بتاعتها ايه؟ الكيدني قلنا الفانكشن بتاعتها ايه؟ السلندر تيوبس او اليوريترس الفانكشن بتاعتهم كانت ايه؟ البلادر كده الفانكشن بتاعتها ايه؟ ده من ايه البلادر دي؟ اليوريثرا الفانكشن بتاعتها ايه؟ ده ان شاء الله تجيبولي الفيديو الجاي هحله معاك او تحلولي اشرح لكم الاكسكريشن ده بيحصل ازاي. قولولي بقى الفانكشن بتاعت كل اورجان يعمل ايه. وكمان during the fight or flight response how do we many body systems react to danger، يعني ازاي البادي سيستمز دي بتتعامل في الدنجر. endocrine system بيعمل ايه؟ endanger respiratory system بيعمل ايه؟ endanger circulatory system بيعمل ايه؟ والdigestive system هيعمل ايه؟ endanger. ده ان شاء الله عايزاكم تجيبولي او تحاولوا تحلوه مع بعض، اللي تعالوا تحلوه تجيبولي تجيبولي answers تبعتلي على جروب تليجرام، ان شاء الله الفيديو الجاي هحاول احله معاكم. كده نكون خلصنا وهنحل مع بعض ان شاء الله الفيديو الجاي اكسرسايز على concept 2. انا بس عايزاك تعملي لايك وكومنت وشير وسبسكرايب للشانل بتاعتي عشان الفيديو الجديد اللي فيه اكسرسايز اول ما ينزل ان شاء الله يوصل لكم على طول ان شاء الله. Goodbye.